كانت على المستوى الرياضي بقى طبعا كل المتابعه وكل الاعين كانت متجهه للكاميرون اللي بتحتضن بطوله كاس الامم الافريقيه، ولكن علشان كنا بنتابع القرعه للمرحله النهائيه من تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. والحقيقه 10 منتخبات كبار بيتنافسوا علشان خمسه منهم بس هيكونوا بيحجزوا مقاعد في قطر 2022، والقرعه جت كالتالي: مصر هتكون بتواجه السنغال، الكاميرون هتكون بتواجه منتخب الجزائر، غانا في مواجهه نيجيريا، الكونغو الديمقراطية في مواجهة المغرب، وتونس في مواجهة مالي مرة تانية بعد افتتاح مشوارهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية. قرعة أكيد كانت متوقعة أن هي هتكون صعبة، محدش كان عارف مين هيكون بيتواجه مع مين، ولكن اللي بنأمله أنه نكون بنشتغل على نفسنا على مدار الشهرين دول. مفيش حاجة هتكون بتيجي سهلة، أي حد عايز يوصل لنتيجة كويسة لازم يجتهد، ويعني يبقى عارف إن الطريق مش هيكون ممهد يعني بالورود. صح، بس عارفة